راحت علي نومه، قايمة الساعة 11:30 ما 12:15 بالليل. راحت علي حفلة أحلام، راحت علي راح اليوم علي كله. تخيلوا إن أنتوا تنامون الخميس تصحون ليلة يعني السبت. هذا اللي صار معاي، رهاق، تعب، أوفر، نمت نفس ماني قايلة قتيلة عشان الناس لا أعدائي لا يتشمتون، لأني قاعدة على ضبهم وايد. بس الدنيا راحت، الدنيا كان عندي مليون مشروع مشروع، بس مو مشكلة الأيام ما بيننا. وقمت الصراحة على غثة، شفت فيديو للأسف جدا 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 مخجل بين مراهق غير كويتي وبين فاشينيستا كويتية. أنا بسأل سؤال، إحنا وين قاعدين؟ يعني الآداب العامة وقوانين الدولة مو قاعد تحترم. إن قاعدين شلون مراهق عمره 15-16 سنة غير كويتي؟ شوفوا أنا ما أقصد في شيء، كلمة غير كويتي في إهانة، كلنا أساسا الكرة الأرضية ترسها جنسيات. الله لو يبي يخلق الكويتيين بروحهم كان خلقنا بروحنا، بس هي الدنيا اختلاف عشان نتكامل، لكن نتكامل بالأخلاق، نتكامل بالاحترام، باحترام القوانين، بالآداب، في الحلال والحرام. أنا بسأل سؤال، شلون مراهق عمره 15-16 سنة يصور فيديو وهو في الشارع، في الشارع أي مكان عام يتلمس فيه صدر فاشينيستا؟ إنزين أوكي، فلنفرض أنه هو تلمسه ما كان قاصد، ليش ما عدتوا الفيديو مرة ثانية؟ إلا إذا أنتوا قاصدين شوشرة، بس الشوشرة مو على حساب قوانين البلد. أعتقد التلمس الصدر هذا يعتبر بالقانون ارتكاب فعل فاضح في مكان عام. هذا مو بيتكم، هذا الشارع، الشارع ملك الجميع، تمشي عليه قوانين الدولة، الحريات محفوظة. أنا بسأل سؤال، يعني إذا السالفة وصلنا الحين تلم الصدر وننزل وعادي والسالفة، نتوقع في المرحلة الجاية منو بنشوف أشخاص بيسوون لنا شنو؟ الأشخاص اللي يجيب مو أكيد من اللي يشوف كذي من أمن العقوبة إساءة الأدب. لو ما نجروا مرة ومرتين وثلاثة لا الأمور تنفتح الغارب. أتوقع في المرحلة الجاية بنشوف في السيارات فيلم بورنو. بالمرحلة الجاية إذا وصلنا للتلمس بالشارع رح نوصل أعتقد في المرحلة الجاية إن نشوف أفلام بورنو بالشارع، مدام السالفة وصلت كذي هدد. شوفوا إحنا مو ضد أحد، الحريات مكفولة، بس مو على حساب إنك ترتكب فعل فاضح في مكان عام، تلم الصدر بهالطريقة من إيده لصدرها. أنا قاعد أقول لكم لو مو قاصدين مو متعمدين إيش حقه نزلوا، هم قاعد يسوين اللقطة خالصين، ليش ما عادوا قبل ما ينشرونه؟ لأن يبون لغط لغط، بس مو حساب الوافدين. أهم شيء يتطبق عليه حكاية إنه يمشي يحترم قوانين البلد اللي هو ساكن فيه وحسن السير والسلوك. تم يا تعيش يا تشتغل لك الأرض لله والوطن للجميع، ولكن باحترام الآداب العامة مو بهالطريقة. ولا حد يقول لي ما يشتغلك، لا 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 لا، أول شيء حقية إبداء الرأي مكفولة بالدستور الكويتي، بعيد عن السب والقذف. ولا حد يقول لي ما يشتغلك، لا لا لا، هذا منكر. الله ورسولنا حثنا عليه في حديث شريف إن من رأى أحدكم منكرا فليغير، يا إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهذا أضعف الأيمان. أنا قاعد أخذت الحديث من أوسطه، وأنا واثقة إن في ناس شرفاء وقانونيين، ووين مباحث الجرائم الإلكترونية ومباحث الأداب بهذا التصرف، لأن هذا أعتقد مخالفة للقوانين الأداب العامة في الشارع، في الشارع ماشي. الله إذا أنت ماخذ أضعف الحديث في قلبك اللي قاعد تشوفه تتحلطم تقعد في الدوانية، أنا ما أسكت، لأنه الله راح يسألني أني شفتي وسكتي، والناس ما تعرفين تتكلمين عن نقد وشغل وما شنو، راح أحاسبك على أن أنت شفتي منكر من هالنوع وسكتي. كلنا مسؤولين، فاهمين؟ وارجع أقول اللي حيركب صور يم ولا فيديو يم كلامي، مباحث موجودة، قضايا موجودة، راح يعني تنجرون ماشي. أعتقد قانون تركيب الفيديوهات أو
تركيب صور مع الفيديو أعتقد من 2016 قانون الجرائم الإلكترونية يجرم بما فيه الضرر للآخر. حلو يا حبايبي، يلا go ahead يا جماعة. في طريقة نقدر نحجز أحلام عندنا في الكويت حوالي على الأقل شهر، لأن من جت الكويت وكل ليلة كل يوم مطر، فخير الصراحة. فنبي لنا طريقة نحجزها بالكويت شهر عشان نظف لنا الجو، تحلي لنا الأيام والمطر يظل شغال، غير سالفة إني أخطفها، لأن أنا ما أقدر أخطفها صراحة أحلام. أول شيء الحلومين راح يأكلوني، ثاني شيء أنا ما أقدر على الأحلام.